طيب ايش معنى حي؟ حي على الصلاة يعني اقبلوا على الصلاة، اقبلوا على الفلاح، وهذا جدا مناسب. يقول اقبلوا على الصلاة، وايش فيها؟ اقبلوا على الفلاح، فيها الفوز في الدنيا والآخرة. فلذلك المسلم اذا سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، يشرع له ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا إذا قال حي على الصلاة حي الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثاني لأن هذه الحوقلة يستعان بها، فأصلا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لي ولا قوة لي أستطيع بها أتحول مما أنا فيه إلى حال أخرى إلا بالله. قد أكون في تجارة، قد أكون في ألعب الواتساب، ممكن يا ما فاتت ركعة ركعتين مرات واتساب 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 ولا طافت ركعتان ثلاث، صح؟ قد يكون إنسان في تجارة، في بيع، في نوم، في أي شيء. ما الذي يعينك وتتحول مما أنت فيه إلى أن تذهب وتنقلب إلى الصلاة؟ الله يعينك على ذلك. فأنت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيها استعانة بحول الله وقوته أن يقلبك من حالك اللي أنت فيه المشغول إلى أن تذهب إلى ماذا؟ إلى الصلاة والفلاح. فقال حي على الصلاة حي الفلاح، هذا اسم فعل أمر معناه أقبل. أقبل هذا فعل، فعل أمر أقبل، صح؟ لكن حي اسم بدليل ما ليس له ماذا؟ خليك معي هناك، ليس له ماضي ولا مضارع لأنه اسم، واضح؟